اهلين الفنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واش راكم بروكا؟ تخلي لكم الصحه والسلامه ان شاء الله. وباش ما تمنيتو فيديو جديد، نهار جديد، فلوغ، المهم فيه كل شيء البنات، فيه الغديوه ديالنا، غادي نديكم معايا، نخرجكم معايا. المهم المشتريات ديالي هاد النهار كامل غادي ندوزو معكم من الصباح ديالو حتى الليل ان شاء الله. هنا البنات غادي نصايب الغياتيه، وقلت غادي نديرها في الاير فراير. هانتوما البنات، بالنسبه للبنات الحار، حنايا عندنا في الغياتيه كنديروها بهذاك الحار، كتكون شويه غليظه. هنا ما كاينش، صافي غادي ندير غير هذه وغادي نشوي حتى ما طيشه. المهم انا غادي نقادها معاكم. هانتوما انا عبد الله ضروري خاصو الحار، وغادي نقاد ليه الغياتيه. كتجي البنات بنينه غير بالزيت البلديه ومليحه، كتجي فنه يا سلام. صافي غنخليها كتشوي ليا هنايا في الاير فراير. هاني نسدها معاكم البنات. هنايا رديت الغدا باش يطيب، خصني ضروري نطيب الغدا بكري بحال نغدي الدراري، وعندي ما يدار حيت غادي نخرج ان شاء الله. المهم غنخرجكم البنات، ضروري خاصني نخرج. وقلت اول حاجه شنو غادي ندير، نحيد عليا بعدا الغدا ونغدي الدراري، وعاد ديك الساعه يبقى ليا الوقت. هنايا مازال الحال بكري البنات، شحال ما فقتو بكري، شحال ما حيدتو لكم الشغل بكري، شحال ما كتربحوا الوقت. انا ملي بعض المرات ملي كنرجع الناس هكا كنصيفط الدراري وراجع الناس، كيمشي ليا النهار في الخوال خاوي. المهم دابا راني الحمد لله الشغل كلشي مقاد، الحوايج مطويين، الصابون صبن، المهم كلشي هو هذاك. بقات ليا غير الغديوه دغيا ان شاء الله غادي طيب، غندير ليهم هكا مريقه وشليضه وصافي. المهم هانتوما معايا، وهذه هي الغداء البنات ديالنا، صافي يلاه وجدات. وبالنسبه للغياتيه البنات كنت كنصور لكم وما عرفتش كيفاش مشى ليا من التليفون، عيط ما نقلب على داك المقطع، ولكن ان شاء الله دابا نولي نقادها معكم. هنايا البنات كنت حيدت هاد الريوس، طبختهم، درت لهم شويه ديال الخل، خليتهم هكا فوق العافيه. ودابا غادي نحكم هكا ساهل دغيا، يعني داك الوسخ كامل دغيا يتحيد، ماشي بحال انكم ما كديروهمش في الخل والماء وفوق العافيه، كتعذبوها هكا شويه في الحكام ديالهم. صراحه كنت ميكت عليهم واحد المده، ودابا قلت والو نوض ليهم نقيهم ونخليهمش هكا مكرفسين. شوفوا لي الوسخ اللي خرج منهم، كيبان لكم البنات الوسخ كاع ديك اليدان ديك الوسخ. مورا البنات ما غديت وليداتي وجمعت الدار وقديت كل حاجه لبليصتها، دزت هنايا مشيت لابيلفي. اول حاجه دخلت المروه، خديت البنات واحد هكا. المهم دابا نوريه لكم حتى مشي للدار، ومشيت للمينيسو حتى هي خديت من عندهم شي حاجات حتى مشي للدار ان شاء الله البنات، ونشارك معكم كل شيء. هنا البنات هاد المكازا هذه عندهم واحد المعنات هكا زوينين، داكشي واعر، داكشي ذهبي اللي كيعجبني انا كاين في لابيلفي، عندهم داكشي زوين البنات بزاف بزاف. ودزت هنايا الايفروشي، كنت بغيت ناخذ واحد الشامبوان، ناخذ واحد دي بريم، ساعه بريم البنات ما كنتش لقيت داكشي اللي فايت لي كنستعملو، ما كانش عندهم. وصافي هنايا ديجا كنت كنشوف البنات انهم كيستعملوا هاد الشامبوان كيشكروه بزاف، وصافي حتى انا راني خديتو البنات، غادي هكا نتيستيه ودابا نقول لكم واش زوين، واش يستاهل ديك الثمن ديالو، واش يستاهل انكم حتى نتوما تشريوه ولا بلاش. عندهم البنات لي برودوي زوينين، بالنسبه للبنات اللي عزيز عليهم دي بغيم لي يكونوا زوينين وكيبقاو هكا شادين، هادو البنات اللي عند إفغوشي واعرين، انا كناخذهم من عندهم زوينين بزاف. بغيتوني البنات جيت هنايا البانكيش، غناخد كوموند ديالي ديال لي فلور من عند حنان، ما شاء الله صيبت ليا واحد الفاز واعر، واحد دو فاز، ماشي غير فاز واحد، صيبتو ليا فن البنات حتى نمشي للدار وغادي نشاركو معاكم. عندها هكا لي فلور واعرين هانتوما البنات. انا غادي نخلي لكم حتى الانستغرام ديالها هنايا في عندي في صندوق الوصف، اللي بغات شي حاجه مرحبا بها، هي خلاص راه كاينه في لابيلفي، راه عندها البنات بزاف ديال الشكيلات. هادو غير شي حاجه اللي قليله اللي وريتكم دابا. هانتوما
سيداتي يلا لقيتوني دخلت للدار عاد دابا، وقلت خصني نشارك معكم اشنو خديت قبل ما نحيد حويجاتي. انا مازال لابسه الحوايج قبل ما نحيد حويجاتي ونصدق عكزانة ونشارك معكم حتى شي حاجه. اول حاجه شنو خديت؟ خديت شامبوان. هانتوما البنات اول مره غادي نطيست هذا، تيشكروه عينا ماما تسنيم تيشكروها البنات، وقلت والو غادي نطيفته حتى انايا. بالنسبه هكا البنات اللي تيطيح ليهم شعرهم انا غادي نجربو ونرد عليكم. انا حبيبه جد. وبالنسبه للمينيسو انا غادي نشارك معكم البنات، بالنسبه للمينيسو خديت شي حاجات ليا وشي حاجات النهال. بالنسبه لهاد ثلاثه ديال لي ماسك البنات خديتهم النهال. ها نتوما هاد ثلاثه ديال لي ماسك، هادي انا ماما تسنيم هادي خديتها ليا بحال هكا ملي كنبغي ندير هكا ماسك لوجهي ولا شي حاجه. ها نتوما وشنو اخر؟ وهادي نتاع القوماج حتى هي البنات زوينه. واخا هادي البنات حتى هي ديال القوماج هكا نتاع الوجه، فيها وحده هادي ديال النيف وديك البلايص اللي ما تتوصلهمش ديك بغوص. وهادي واخا ماما هادو اللي خديت من عند مينيسو. واخا مشيت خديت لا سالاد من عند بيسترو، زدت وحده اخرى جبتها معايا للدار. هنايا البنات دابا نشارك معكم شنو خديت من تما من لابيزي. وبغيت نشارك معكم البنات هاد الزاف من عند بينكيش، شوفوا ليا خصني نحلو باش نوريكم كاع لي ديطاي ديالو. غزاله البنات، راه دابا شي شهر باش وصيتها تقادو ليا وقاداتو البنات، ويلاه اليوم ساليت انني باش نمشي نجيبو. عرفتو غادي نحلو بيضة، وديك الساعه غادي نشارك معكم فين غادي نحطو وفين غادي نديرو كيف غايجيني في الصالون. كنت كنتسنى غير فوقاش هكا يوجد ليا. وحاجه اخرى هاد الموديل هذا كنت حامقه عليه، واخيرا بعدا قدت ديك الشيء اللي كنت باغاه هو اللي صايبته ليا. عطاك الله الصحه حنان والله. وانا دابا غادي نحط التليفون باش نشارك معكم لاني هالشد ليا نشارك معكم شنو خديت من مروه. انا بالنسبه لبنات مروه عجبتني هادي، وبخي دايرين فيهم البنات بخي لي زوين زوين بزاف. شوفوا ليا ثمنها ب 70 درهم، كتجي من تحتها هاد بحال زعما قميجة، وهي غير من هنا يعني كتصلح مع كيكونوا هكا محجبات. شوفوا لي البنات زوينة عجبتني بزاف وخديتها، التويب ديالها زوين. شوفوا إلا كان كيبان ليكم مزيان. صافي هادشي ما خديت أنا البنات حتى نحل هذا، وغادي نقادو في نديرو في البلاصة هكا فين نحطو، وديك الساعة نشاركو معاكم. خديت البنات هنايا فخوماج باش غادي نقاد لداري بيتزا، هنايا شاركوتخي اسا ماما. هنا هاد نيسلي كنبغيها هكا ملي كنقاد قهيوة ولا شي حاجة هكا للدراري كنحتاج هاد نيسلي هذا. خديت ليهم هنايا البنات مع ما عنديش بات بيتزا اللي كنقاد، جبتهم معايا باش نقاد ليهم دابا. جبت ليهم فخوماج. هادو البنات غير لي فخويت واخا ماما، وجبت ليهم هاد كيري هادي. صافي هادشي لي جبت. نتوما البنات تقدرو ديرو هكا الى عندكم شي طبيلة صغيرة صندري، غير سمحوا لي على الوليدات كيغوتو، ما عندي ما ندير ليهم. راكم عارفين ملي كيكونو في الدار ضروري من اللعب وضروري من نصدعهم. شوفوا لي البنات انا عجبني ميلونج اللي دات ليا فيه، وجاني هكا مع البيج والفيغ اللي عندي هكا في الصالون ديالي، عطاها الله الصحه. كان عجبني هذا الموديل هذا، نقدر نديرو هنايا في هذا الصندري، نقدر نخليه تما، مهم فين ما بغيت نحطو كيجي زوين البنات. تقولوا لي حتى نتوما كيف جا، واش جاي زوين ولا لا. نقدر نديرو البنات حتى هنايا في الطبله، هنايا في هاد الطبيله هادي نقدر نديرو عليه، ندير هكا لاناب ليكم زوين، وندير نقدر ندير واحد، نقدر نديرهم بجوج فوق الطبله. وبالنسبه للبنات لهاد الايك هذا خديتها، كنت شفتها عند صاحبتي وقلت لها عافاك عطيني الباج، عطاتني باج انستغرام وديت لها كوموند وصلتني حتى لباب الدار. البنات زويونين هكا تيجيو في رجيلات فنين، ويعني خفافين وعمليين.
صراحة أنا لي إيغ معجبونيش هادوك اللي كيكونوا مسدودين بحال هادو، عجبتني بزاف وداكشي علاش خديتها. صافي اون فوا عطاتني باج، صافي دوزت هكا كوموند ديالي. صافي كبيدات، هذا هو لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفة وظريفة على قلوبكم، حتى نتوما ما تنساونيش من التعاليق ديالكم زوينين اللي كيزيدوا يشجعوني، ولي لايك حتى هما، واللي يلاه التحقت بالقناة ديالي مرحبا وألف مرحبا بيك. كنتمنى ان شاء الله تكون هكا كتعجبكم، ونكون حتى انا كنعطيكم شي حاجة اللي زوينة وما كنكونش تقيلة على قلوبكم. وتهلاو ليا فراسكم الكبيدات وعواشكم مبروكة باش كتمنوا ان شاء الله.